صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عرضي اليوم لكم 6 الموديل 86 كويتي وارد الجفالي، أساسه من الجفالي ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الحجم 26-24، الشاص الأساسي بكيرة قير على الشر وعلى الفحص. شكل خشب مكلف 30,000 هو راكب قبل امس على الموتى. طبعا الموتى تو واصل المعرض ما جاء عليه سوم، لله نظر بعث رقم التليفون ونقول مرحبا ومسهلا بالجميع. خليني اكمل لكم باقي التصوير داخل الغمارة من داخل، طبعا بدون فكسه 8 غيار. جاهز بسبيراته صندوقه وحناية الطربال، مو ناقصه شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. رعيت تعبان على الصندوق ومكلف الصندوق الحالة بس 30,000.